الاتفاقية الروسية الإيرانية التركية خلى أمريكا روسيا وأمريكا بعد اجتماعهم اجتمعوا على حساب الأكراد أن ينطي كركوك وعفرين هدية، واحد عن طريق الإيران والثاني عن طريق تركيا، يعطيهم إلى الحكومات العبادي والسورية. وترامب يقول هي موسى قبل سنتين أو أكثر. ممكن يكون مسار شك، ولكنها مصالح سيد العزيز. كما تحالفت تركيا مع روسيا وهي عدو لدود على مدار مئات السنين، وتحالفت مع إيران وهو اختلاف ايديولوجي ما بين أنقرة وما بين طهران. فاليوم تتحالف مع الجميع، فتحالف مع الشيطان لكي يحقق غايتي. وتذكر لي تصريح من قريب، من أقل من شهر، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت تركيا عفرين هدية. وتذكر لي تصريح من قريب، من أقل من شهر، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت تركيا عفرين هدية. فالولايات المتحدة الأمريكية تغض الطرف عما يحدث في عفرين. هناك اتصالات وهناك مفاوضات تحت الطاولة سيد العزيز، لا تصدق كل ما يقال في الإعلام. هناك اتفاق أمريكي روسي إيراني تركي عما يحدث في المنطقة، ولكن ما يحدث الآن هي يعني الدعاية، يمكن الدعاية الانتخابية أو دعاية يعني لما سيحدث في أنقرة في القريب العاجل. يا سيدي، القضية ليست عفرين، القضية بالنسبة إلى تركيا 911 كيلومتر تبدأ من عفرين وتنتهي عند نقطة نهاية الحدود. لكن تركيا، اعذرني سيدي يوسف، لا أحب أن أكثر المقاطعة، لكن تركيا قصدت عفرين، طوت ملف منبج، لم تتحدث عن منبج وإنما قصدت عفرين. وربما انطلاقا من هذا المعطى أن هنالك حلف ما بين الأكراد وواشنطن، هذا الحلف واضح ومشروح باستثناء عفرين، لذلك ذهبت تركيا لعفرين. دونالد ترامب بلي ام اتفاقية دو سال لمو بيشكراوه لسر عفرين وكركوك، من تشيب كميستا؟ إنما القوات الأمريكية أتت لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية. لنكن صراحة، السياسة الدولية تعتمد على المصالح يا فندم وليس على العواطف. ما فيش شك أن العلاقة توترت كثيرا ما بين واشنطن وأنقرة، والولايات المتحدة الأمريكية تفكر جديا في بديل لقاعدة إنجرليك الموجودة في الداخل التركي، قاعدة أمريكية داخل تركيا. والآن الولايات المتحدة الأمريكية ترى في شمال العراق في شرق الفرات هي مكان أفضل لإقامة قاعدة عسكرية لوجود توتر في هذه المنطقة. لا تنسى وجود الروس ووجود أيضا إيران من خلال حزب الله، وأيضا عزم حزب الله على إقامة قاعدة للصواريخ في منطقة شمال سوريا، مما يؤرق بالتأكيد دولة إسرائيل وهي الحليف الأول للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. فالموضوع موضوع مصالح يا جماعة. طيب. البنتاغون أعلن أن ما تفعله القوات التركية الآن في الضغط على الأكراد في عفرين جعل القوات الكردية الموجودة شرق الفرات، والتي من دورها مجاهبها الدولة الإسلامية داعش وضحر الإرهاب في تلك المنطقة وتركت مواقعها لمؤازرة. لكن أنقرة شهدت صم آذان حليفتها الأطلسية عن مطالبها المتعلقة بدعم وحدات الحماية الكردية، وبالتالي سيكون طلب تركيا هذه المرة ضمن قائمة الوعود المنتظرة التي لم تفي بها واشنطن بعد، أمر من شأنه أن يرفع التوتر أكثر بين البلدين. وبالتالي تحتاج أنقرة وفق البعض للتعامل مع التطورات في معركة غصن الزيتون عسكريا وبعيدا عن مساعدة الولايات المتحدة. أما عن موضوع انتقال القوات الكردية من شرق الفرات إلى عفرين لمؤازرة القوات الكردية الموجودة الآن تحت وطأة هذه المعارك التي يدك بها الجيش التركي بقواته العسكرية ومدرعاته وطيرانه، هؤلاء القوات الموجودة في شمال سوريا وهي قوات لها الحق في الدفاع عن أراضيها، هم سوريين وليسوا. ما في شك أن الإدارة التركية تبحث لها عن موقف في العالم وتجد يعني تتوسع وتجد قاعدة عسكرية في جنوب مصر في جزيرة مساكن، وأيضا 30,000 عسكري تركي موجودين الآن في قطر، في قاعدة عسكرية في قطر الآن في منطقة الخليج. وتجد الآن تتدخل تركيا في شمال سوريا لوضع أمر واقع على الأرض واحتلال لأراضي سورية
تحت يعني مظلة أنها تحارب المنظمة الإرهابية المعترفة من لديها فقط أنها منظمة إرهابية، ولكن الموضوع هو مصالح. تحالف الأتراك مع الروس ومع الإيرانيين مع خلف الأيديولوجي الاختلافات الأيديولوجية الكبيرة ما بين تركيا وبين إيران، ومع العداء المستحكم ما بين تركيا وبين روسيا على مدار مئات السنوات، والصراع على السيطرة في المنطقة والصراع على النفوذ. الآن تتحالف القوة، أنت الآن صديقي لكي تحقق لي مصالح. ولا تنكر أبدا أن هناك اتصالات وهناك اتفاقات ما بين الإدارة التركية وبين واشنطن على العمليات العسكرية الموجودة، لكن دعنا نقيسها بمقياس المصالح. دكتور ماك، دعنا نضع ميزان المصالح أمام عيوننا. هنالك حلف كان قائما وكان ممتازا ما بين واشنطن وأنقرة، في مقابله أو واشنطن قد تخسر هذا الحلف في مقابل أن يكون حليفها هم الأكراد في الشمال السوري. أيهما أكثر قيمة، أيهما أكثر ثقلا في الميزان إذا أردنا التقييم بموضوعية بالنسبة لواشنطن؟ سيد أوغلو، فعليا الآن تركيا تمد الولايات المتحدة بكل الدعم اللوجستي وتوفر لها قاعدة عسكرية تنطلق منها المساعدات العسكرية التي ستؤازر الوحدات الكردية التي تقاتلها تركيا. قاعدة إنجرليك، ما دمتم غير راضين عن التحالف مع الولايات المتحدة وغير راضين عن الولايات المتحدة وتعتبرون بأنها تدعم عدوكم، فلما لم تلغوا على الأقل اتفاقكم معها بخصوص قاعدة إنجرليك؟ أما بالنسبة لسؤالك يا سيدي، يعني أصبحت الآن الأمور واضحة تماما. عندما تكون هنالك دعم لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة بين قوسين الكردية من قبل أمريكا، وعندما يتم الزج بها، سواء تم الزج بها من منبج أو جاءت من قواعد أمريكية أخرى، الهدف هو إيقاف هذه الحملة العسكرية التي تستهدف هذه المجموعات، إيقاف غص الزيتون. واضح القضية. يعني أجبني عن سؤالي، هذه المجموعات إذا أتت فرادة أو جماعات فسوف يسلم إليها سلاح وكان في محطة ترانزيت اسمها إنجرليك؟ يا سيدي إنجرليك بداية هذه القاعدة هي قاعدة للنيتو، ليس قاعدة لأمريكا وليس قاعدة لتمويل وتسليح الأكراد أو المجموعات الكردية، هذا واحد. ثانيا، تركيا ليس لا يمكن أن يتم عمل أي تدريبات أو أن يكون هناك مركز لتسليح أي مجموعات بدون أن يكون هناك تنسيق مع تركيا التي هي أيضا عضو في الناتو. يعني إذا كانت أمريكا عضو في الناتو وتركيا عضو في الناتو، من يستطيع أن يقنع الشعب التركي ويقنعني أيضا بأن هذه الميليشيات المجموعات الإرهابية هي تستطيع أن تحارب داعش، وأقوى جيشين في الناتو لا يستطيع أن يحارب عن داعش؟ هذه المسرحية انتهت يا سيدي. داعش أكذوبة صنعتها أمريكا، ترامب نفسه يعترف ويقول داعش صنعها أوباما. الحكومة الأمريكية منقسمة على نفسها، المؤسسات طيب. منقسمة طيب. قسم يقول البي واي دي منظمة إرهابية، وقسم يقول البي واي دي هم يحاربون طيب. داعش. دعني أمسك بهذه النقطة وأذكر بتصريح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قارن الذي دعا حلفاء أنقرة إلى التدخل لمنع انتقال المقاتلين الأكراد من منبج إلى عفرين. برأيك دكتور ماك، هل يمكن أن تلقى هذه الدعوة آذانا صاغية في الإدارة الأمريكية التي وصفها ضيفي بأنها منقسمة على نفسها، تارة تصنف منظمات على أنها إرهابية وتارة تتعامل معها على أنها حليف أساسي يجب أن يتم الإبقاء على التحالف معه؟ دعني أحيل ضيفك الكريم أن يقرأ أيضا في اتفاقية الناتو كيف تهدد دولة عضو في اتفاقية ناتو أنت حليف معها في ذلك الحلف، تهددها بأنك سوف تقاتل وتجمع التوابيت وسوف تقتل 1700 جندي أمريكي متواجدين الآن في منبج في شمال سوريا، وتقول لنا أن لعله قصد المجموعات الكردية وهي لغاية الساعة لم تنضم إلى الناتو. سأعود إليك دكتور ماك. سيد يوسف، تقول لي بأن إنجرليك هي قاعدة وقعت في إطار الناتو، ألمانيا عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، ووقع ما وقع بين تركيا وألمانيا وخرجت ألمانيا لجأت إلى الأردن أو أبرمت ما أبرمته مع الأردن. أريد أن أسألك هنا، بما أن الحديث الآن منصب على عفرين، صالح مسلم قال بأن عفرين لم تدخل في أي اتفاقات ما بين الأكراد وواشنطن، ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك؟ عندما يكون هنالك محاولة انقلاب فاشلة في 2016 وتكون هنالك أيادي خفية باي CIA
أو دول أخرى تدعم محاولة الانقلاب العسكري الذي هو أطاح بمئات القتلى وآلاف الجرحى وأراد أن يزيل القانون الديمقراطي في تركيا، طبعا تركيا ستكون مستقلة ولن تفضل. وصلت الفكرتان، أجبني عن سؤالي. طبعا تعودتم. أما بالنسبة للسؤال، نعم، بداية ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى هي عليها أن تعي بأن تركيا القديمة انتهت، وعليها أن تحترم العلاقات المتبادلة، وهذا أزعج ألمانيا عندما رأت أن تركيا تعاملها ندا بند، وقامت باختيار أن تنتقل إلى الأردن لنقل قاعدتها العسكرية. هذا شأن يعنيها، لا يهمنا، ولكن ما يهم تركيا هو أن هذا الشأن التركي، الحدود التركية والأمن القومي التركي هو الأولوية القصوى. هل صحيح أن عفرين خارج أي تفاهمات بين الأكراد وتركيا، عفوا الأكراد وواشنطن؟ لا يا سيدي، تركيا والحكومة التركية وطيب أردوغان أعلن مرارا بأن هذه العملية ليست لعفرين، هذه العملية المرحلة الأولى هي عفرين، المرحلة الثانية منبج، المرحلة الثالثة هي شرق الفرات، الحدود المشتركة على طولها لن يتم السماح. المشكلة مع كل من يحمل السلاح، كل من يحمل السلاح، ميليشيات مسلحة داعشية كردية مذهبية، فهي خطر على تركيا وستحارب. وهذه العملية ستستمر، لذلك لا يتم شخصنة الموضوع في الأكراد. هنالك في الجيش التركي الآن من الأكراد من يحاربها البي واي دي والواي بي جي. ورد أخير على ضيفك عندما قال دكتور ماك، بعد جولات طويلة والكثير من الجهود لمحاولة إصلاح العلاقة التركية الأمريكية التي أخذت في التدهور بعد مطالبة تركيا بتسليم فتح الله جولان، هل يمكن الآن القول بأن ملف عفرين أو قضية عفرين هي القشة التي قد تقسم ظهر البعير وينتهي عهد الود والصفاء ما بين أنقرة وواشنطن؟ ما فيش شك أن في توتر حاد في العلاقة ما بين واشنطن وأنقرة، وأعتقد أن الاجتماع المزمع إقامته في 8 أو 9 مارس ما بين وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية الأمريكي، ووفقا لتعهدات الأمريكية السابقة بأن تسحب المعدات الثقيلة العسكرية المدفعية الثقيلة والمعدات الثقيلة التي ممكن أن تهدد الأمن القومي التركي، هي في اتفاقات ما بين يعني الدولتين، ما بين إدارة الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة المتمثلة في ريك تيلرسون وأيضا في وزير الخارجية التركي. وهناك اتفاقات يعني صرحت بها تركيا أنها لا تثق في الجانب الأمريكي، وتناست أن هناك اتفاق يعني ما بين من يثق في الجانب الأمريكي. أعذرني دكتور ماك، من يمكن أن يثق في الجانب الأمريكي؟ أقرب وصف يصفه به بعض المراقبين هو أنه يلعب على الحبلين في هذه القضية، لا يملك موقفا واضحا، لا يحسم، لا يقول نحن إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء، مذبذب. الولايات المتحدة الأمريكية تعلمت من الدرس الذي صرحت به أنقرة أنه كان من الاختيارات الخاطئة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية عندما انسحبت من العراق كانت تقسيم العراق، وأصبح الآن يعني ما يحدث مما يحدث في المنطقة بأكملها من خروج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق دون إنهاء المهمة والتأكد من القضاء على هذه الجماعات الإرهابية التي تنامت وترعرعت وخرجت لنا داعش وخرجت لنا هؤلاء الجيوش التي تغير اسمها وتغير يعني مسمياتها من جبهة النصرة الجيش تحرير الشام إلى الجيش الحر إلى كل هذه المسميات. وضيفك الكريم قال أن تركيا تريد أن تقضي على كل الإرهابيين الموجودين في المنطقة، فلماذا تتعاون أنقرة مع الجيش الحر وهو من المعارضة السورية وهو أيضا من الجيوش التي تعتبر حاربت في يعني في منطقة سوريا وعليه أقاويل كثيرة وهناك علاقات كثيرة متشابكة؟ من وفر الملاذات الأمنة لمقاتلي داعش؟ من وفر الملاذات الأمنة لخروج مقاتلي داعش وانتقالهم إلى ليبيا وانتقالهم إلى غرب جمهورية العربية والدخول إلى سيناء؟ الوقت يضايقني دكتور ماك. عفوا. نعم، وصلت هذه الفكرة وهذه الأسئلة، الوقت يضايقنا. أخيرا سيد يوسف،
هنالك تحرك فرنسي كما تعلم، تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي أمام برلمان بلاده، الهدنة يقول يجب أن تشمل عفرين أيضا، يعني تركيا ليست معفاة من أي هدنة إذا كنا نتحدث عن سوريا، هدنة شاملة في سوريا. هنالك انتقادات شديدة توجه إلى تركيا ليس فقط من قبل واشنطن وإنما أيضا من قبل حلفاء واشنطن. هل ستبقي تركيا على هذا الخيط الرفيع في العلاقة مع واشنطن على ضبابيتها وعلى دعمها للأكراد، أم أنها سوف يعني تضع نقطة نهاية إن صح التعبير بإيجاز؟ طبعا بداية تصريحات أي دول أخرى حلفاء لأمريكا أو تصريحات حتى أمريكا في أن هنالك انتهاك للهدنة، الهدنة يجب أن تشمل عفرين، هذا كلام غير صحيح. يعني فرنسا هي من أكثر الدول التي كانت تلح على هذه النقطة، وهذا كلام لا يحتمل أي وجه من الصحة. وقف إطلاق النار أو الهدنة، البند الثاني من الهدنة، أنه الآن لم يعد أحد يسمع حديثا عن محاربة داعش، الحديث كله عن محاربة الوحدات الكردية ونقطة نهاية. يا سيدي أنا قلتها وأقولها وأعيدها مرة أخرى، وقالها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، الحرب هي ليس هي لكل ميليشيات مسلحة تهدد الأمن القومي التركي، وداعش هي التي هددت الأمن القومي التركي، ودرع الفرات هي التي قامت بتطهير 2000 كيلومتر مربع من داعش، والآن يتم غص الزيتون لتطهير من مجموعات مسلحة PYD YPG PKK داعش، هذه كلها هي الأهداف. لا طبعا تركيا لن تستمر في اي علاقات مع امريكا طالما امريكا هي مزدوجة او هنالك ازدواجية في المعايير، وتركيا ستستمر لوحدها. وصلت هذه الفكرة، دعني فقط لكي نعدل في تعزيل الوقت توزيع الوقت، دكتور ماك اخيرا ما رايك فيما قاله ضيفي، وهل تتفق معه في ان تركيا لن تبقي على هذه العلاقة الضبابية مع واشنطن؟ انا ارد عليه بقول له يعني هل الجيش الحر من ابناء هذه المناطق، وهل قوات سوريا الديمقراطيه جايين من المريخ ولا جايين من بنها في مصر ولا جايين منين؟ ما هو برضو ابناء هذه المناطق، هؤلاء قوات كونت لحمايه اسمها قوات الحمايه، هذه الجيوش تكونت من 6 جيوش وقوات موجوده على الارض لحمايه هذا الشمال وحمايه هذا الشمال من الفوضى التي كانت موجوده ومن قوات داعش التي كانت تسيطر على الارض. فاعتقد انهم ايضا لهم الحق، لا علاقة لهم بالPKK من قريب أو من بعيد. تركيا تريد إلصاق ذلك الاتهام بهم وتصنيفهم على أنهم منظمة إرهابية، هم منظمة إرهابية فقط في تركيا، ولكن قوات الحماية وقوات سوريا بأمانة دكتور ماك، بأمانة دكتور ماك، إفادة براءة النية وبراءة الأصل وبأن هذه المجموعات لا ترتبط بالPKK إذا أتت من قبل الولايات المتحدة، ألا يكون ذلك مثار شك؟ سيد يوسف برأيك هل انحازت واشنطن الآن بشكل كامل وقررت بأنها تدعم الأكراد فقط وربما لا تعبأ كثيرا بكل التحفظات والتصريحات التركية؟ أصبح الآن على عينك يا تاجر، يعني أمريكا تدعم المجموعات الكردية المسلحة منذ أمد ولكن تحت ستار، الآن أصبح هنالك الدعم علنا، تزويد الأسلحة، إرسالها قوات من منبج إلى عفرين، تقديم كل التسهيلات اللوجستية، الصريح من أمريكا، هذا لن يؤثر على العملية العسكرية وستستمر. لنرى إن كان لدى الولايات المتحدة التوابيت الكافية. دكتور ماك، قوات سوريا الديمقراطية لم تخفي بأنها نقلت مقاتليها إلى عفرين من شرق سوريا، بل أعلنت ذلك على الملأ. يعني التغابي إن صح التعبير أو ادعاء السذاجة من قبل الولايات المتحدة وكأنها لا تدري بأن المقاتلين الأكراد ينتقلون من نقطة ألف إلى نقطة باء، لم يعد هذا عهده. تركيا تقول نحن نعلم أنكم تدعمون هؤلاء هذه المجموعات وتقفون إلى جانبها، كنتم في السر، الآن يقول ضيفي على عينك يا تاجر. والله بس أنا ضحكني جدا يعني مقولة التوابيت، وأيضا مقولة أخرى ان تركيا حررت، تركيا معتدي على الاراضي السوريه وضد الاراده السوريه وضد اراده النظام الرسمي الشرعي الى لسوريا نظام الاسد، وتعتدي الان على اراضي ويقول الان تحرر من انت المعتدي سيدي العزيز.